على زر الفان وجهته للمكيف مباشرة تتفعل هذا رمزها. وش تصير طيب هذه؟ وش وظيفتها؟ هذه عبارة عن خاصية للتجفيف داخل المكيف. متى تعمل؟ تعمل إذا طفيت المكيف. الآن طفيت المكيف، المكيف ما يطفى، المروحة تبدأ تشتغل، تحاول أنها تجفف المكان، الوحدة الموجودة، وتجففها بإيش؟ على طريق الهواء. علشان إيش؟ عشان تمنع وجود بكتيريا وروائح كريهة تجيك من المكيف. لذلك زر بسيط تفعلها، لما تطفيه تشتغل مباشرة. طبعا هي تجلس وقت تشتغل. بعض الناس وكثير من الناس يقول يا أخي مكيفي خربان، لما تطفيه ما تطفى المروحة على طول. نعم، لأنك مفعل الزر الخاص بإكس فان. كيف طيب تشيلها؟ تعلق عليه مباشرة. هذا أنا الآن أبى أشيلها، علقت عليه، الحين طفى، طفى بالكامل المكيف، حتى فتحات التهوية الآن تتكفر، طفت المروحة، طفى كل شيء. لذلك هذه الخاصية ينصح بأنك تفعلها بشكل مستمر عشان تساعد في عدم وجود أي روائح كريهة تطلع من المكيف.